القناة يلي حامل راية الشباب والأمل وإعادة النهوض بلبنان، القناة يلي إلي وإلكم ولكل واحد فينا تحية للإم تي في. يسعدني أطلب من مؤسس ورئيس مجلة إدارة شركة أوريا بلانت نضال أبو زكي ووزير الاتصالات معالي جوني القرم تتفضلوا على المسرح لتكريم مكرمنا المقبل وبهالوقت بنشهد البورتري سوا. بدأ مسيرته الإعلامية بطريقة استثنائية ومتميزة، أسس من خلالها انطلاقة لأقوى محطة تلفزيونية بلبنان وأبرزها بالعالم العربي. ثورة أحدثها داخل البرامج التلفزيونية إذ وضع خريطة عمل استقطب من خلالها أهم البرامج العالمية وحولها إلى نسخ عربية استحلت قلوب المشاهدين بفضل فريق عمل كبير داخل أهم محطة لبنانية. إصراره وحلمه لتكون قناة الام تي في رائدة الإعلام اللبناني والعربي دفعوا للقاوم الاحتلال اللي تجرب على إسكات صوت الحق. 7 سنوات من الكفاح والمحاربة لأجل إعلام حر تجنوا بإعادة وضع القناة على سكة الانطلاق لتستكمل نجاحاتها وتخترق الحدود العربية وتكون القناة الأولى بكل بيت عربي ولبناني. على مقلب آخر أبى رفقة فريق عمله إلا أنه يواكب صرخة اللبنانيين إذ كانت محطته جاهزة بكل دقيقة لنقل صوت المواطنين، فاتحة لملفات الفساد، رافعة راية الثورة على العصابات اللي أنهكت لبنان. رئيس مجلس إدارة قناة الأم تي في السيد ميشيل المر، أنت تستحق التكريم فلتتفضل. ماذا إلا أن يرفع صوت الإعلام حارب لأجل نقل صورة لبنان المتميزة. رئيس مجلس إدارة أم تي في واستديو مجل الأستاذ ميشيل المر ممثلا بالإعلام نخل عضيمي. أول شيء باسم الأستاذ ميشيل المر رئيس مجلس إدارة الام تي في بدي أتشكر كل الطيبين على هذا الحفل، وعلى أمل أكيد إنه يبقى لبنان منارة للحرية. الأكيد منه إنه الام تي في هي الركن الأساسي من أركان الحرية بلبنان مكملة، ما قدروا خضعوها لا بالمراحل السابقة ولا بعز الصخرة على لبنان والوجود السوري بلبنان، ولا هلا رح يقدروا بالتحريض على الام تي في اللي صار من الساعات الماضيه بعد حادثه الكحاله. فمطمنون الام تي في مكمله، الام تي في باقيه، والام تي في رح تبقى صوت الحر لخدمه